اخد اتصال من احمد اللي معايا من مصر. اهلا بيك. السلام عليكم، ازيك يا استاذ؟ عليكم السلام يا محمد، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. بس هم طيبين ربنا. عدى عليك اول يوم ازاي بقى في رمضان؟ احكي لي. والله بص، تصدق وتامن بالله الاول، لا الله. والله اقسم بعزه الله انا جبت امبارح فرخه شكوك شكوك علشان نفطر بقى النهارده. شكوك ليه؟ جبتها بكام؟ جبتها بكام؟ والله ما اعرف، مرات اللي نزلت جابتها واتصلت بالولا قلت له يا ابني ادي لمراتي فرخه عشان نطفحوها بكره في الفطار. لا ولا قوه الا بالله. راحت، ما انا ما اعرفش شكوك بقى، انا ما اعرفش يعني ما رضيتش اقول له هي بكام علشان ما يتحرقش دم. هو كتبها بقى في الدفتر زي ما يكون، زي ما تكون. واخد بالك؟ والله العظيم يا استاذ احمد، يا دوب المغرب اذن من هنا افتكرت الناس اللي في غزه، والله العظيم يا دوب شربت نص كوبايه تمر وقمت صليت المغرب. يعني عيشه مرار، عيشه طفح. طفحنا وزهقنا واتخنقنا وقرفنا وما عدناش عارفين نعيش ازاي ولا ناكل ايه ولا نشرب ايه. مفيش. ربنا يعين الناس يا عم احمد، انت راجل اصيل. ربنا انت راجل اصيل وفاكر اهلك في غزه وفاكر احبابنا في كل مكان. ربنا يخلف عليك بالخير ان شاء الله. بشكرك يا حاج احمد، وسلم على اهل بيتك واولادك وقول لهم كل عام وانتم بخير.